طيب الستاتيك راوتنج يا شباب فايدته ايه اصلا، او الراوتنج عموما فايدته ايه؟ الراوتنج فايدته في الحقيقه يعني ان هو يعمل يختار البيست باث عشان تقدر تمشي باكت من مكان لمكان تاني، والمكان التاني ده او المكانين دولت في تو بليسز مختلفين. يعني مثلا عندنا اللابتوب ده موجود في مثلا في مصر، واللابتوب ده موجود في اسكندريه او موجود في امريكا او موجود في اي دوله في العالم. فانا عشان اوصل رساله من اللابتوب 0 لللابتوب 1 لازم امشي عن طريق الايه، الراوترز اللي في النص دي. الراوترز دي بقى ممكن تكون ممكن تكون اي اس بي، ممكن تكون راوترز موجوده في الشركه، راوترز ما بين المحافظات وبعضها، ما بين الدول وبعضها، وهكذا. طيب ايه اللي عشان اوصل، عشان ايه اللي بيمكنني ان انا اوصل الراوترز دول ببعض؟ اللي هو التكنولوجي بتاعت الوان، اللي هو الايه، اللي انا عشان اوصل بقى الدنيا دي كلها ببعض فلازم تشتغل على الراوتنج، الراوتنج تكنولوجي او الستاتيك راوتنج او الديناميك راوتنج. طيب هناخد اول نوع اللي هو الستاتيك راوتنج. انت بتحدد بايدك او انت بتحدد مانيوالي عشان تطلع باكت من مكان وتوديها لمكان تاني. انت هتمشي الباكت دي على ايه؟ يعني مثلا احنا مثلا لو دلوقتي على R1 وانا جاي لباكت من اللابتوب 0 وعاوز اوصلها مثلا الى R3 او عاوز اوصلها الى اللابتوب 1 ده، فانت بتقول له لو جاي لك رساله من الشبكه دي، يعني جاي لك رساله من الشبكه دي اللي هي 10 1 ديت او 10 0 ايا كان، يعني عاوز توصلها ل 40 2 او 40 0، فلازم تطلع على الانترفيس اللي هي السيريال 0 على 0 على 0 مثلا، او تطلع على الاي بي ادرس اللي هو النكست اي بي ادرس اللي هو 192.168.20.2. الكلام ده هيوضح بالعملي اكتر يعني من النظري. طيب احنا هنبدا نرسم التوبولوجي وهنمشي واحده واحده عشان نشوف ايه الخطوات المطلوبه عشان نقدر نوصل التوبولوجي دي كلها ببعض وتشتغل معانا بطريقه سليمه. فهنفتح الباكت تريسر، وعندنا هنا مجموعه راوترز مثلا 1941، وعندنا هنا ادي واحد وادي الثاني وادي الثالث، وعندنا مثلا في سويتش 2960 مثلا اللي هنا كده، وعندنا كمان سويتش هنا كده. مع اعتبار ان انا ممكن اوصل السويتش ده على اكتر من جهاز يعني، بس احنا دلوقتي مثلا هنوصل جهاز واحد اللي هو مثلا ايه، لابتوب 1 ولابتوب 2. عاوزين نوصل التوبولوجي دي كلها عن طريق الايه، الكونكشنز بتاعتنا اللي هي ستريت ثرو. فعندنا هنا اللي هو الفاست ايثرنت، وهنوصل ده بالفاست ايثرنت، ونفس الكلام هنوصل ده بالجيجا مع الجيجا، ونوصل ده للفاست ايثرنت ب اي واحد فاست ايثرنت، ونوصل الجيجا بالجيجا 0 على 0. وعندنا هنا بقى معلومه ما قلناش قبل كده، ازاي نوصل الراوترز ببعض عن طريق الوان. الوان ده اللي هو الوايد اريا كونكشن اللي احنا شايفينها دي كده، او الوايد اريا نتورك يعني. فعشان توصل الكلام ده بتوصل بسيريال كابل. سيريال كابل ده عشان يركب لازم يركب على سيريال بورت برضه. طبعا لما تيجي تبص على الراوتر مش هتلاقي عليه، يعني لو جينا بصينا كده هنلاقي ان عندنا جيجا اثرنت 0 على 0 وجيجا اثرنت 0 على 1، مفيش سيريال بورتس. عشان نشغل السيريال بورتس انت بتحطها بايدك، يعني انت كانك بتجيب بتشتري جزء كده اللي هو الخاص بالسيريال وبتضيفه على الراوتر بتاعك لو هو مش موجود فيه يعني. فمثلا هنمشي بالترتيب كده، ناخد الراوتر اللي على الشمال ده، وازاي بنضيف الجزء اللي هو بتاع اللي هو الجزء بتاع السيريال. عندنا هنا مكانين اتنين اهوت، اللي هو المكان اللي هو السلوت 0 وسلوت 1 ده، ممكن اضيف فيهم الايه، السيريال بورس، عن طريق ان انا بقفل الايه، بقفل السويتش الاول عن طريق الجزء ده كده، العلامه الخضراء بتبقى موجوده ديت، فانا بكليك هنا عشان اشيل العلامه الخضراء، يبقى انا كده بقفله او بقفل الباور بتاعه يعني، اكيد بشيل الفيشه بتاعته. وبعد كده بقى بسحب الراك او بسحب الجزء اللي هو الخاص بيه اللي هو السيريال، ماشي، وبعد كده بشغله تاني. تمام كده. طيب تيجي تشوف الكونفيج هتلاقي ان انت عندك الجهاز بيبوت من اول وجديد، عشان ماشي عشان يتعرف على الكونفيجريشن الجديده اللي عندك. تمام،
وهتيجي تبص هنا كده هتلاقي انت عندك سيريال 0 على 0 على 0 وسيريال 0 على 0 على ايه؟ 0 على 1. طيب ده بالنسبه لي اول راوتر، يبقى انت كده ضفت فيه، لما تيجي تبص فاكيد في عادي جدا هيضيف عندك السيريال والجيجا اثبت موجودين. نفس الكلام هنيجي على الراوتر الثاني، وهنيجي برضو على الجزء اللي هو الفيزيكال ده، وعاوز تكبره شويه كده عن طريق زوم ان دي، تمام. ونقفل السويتش بتاعنا او نقفل الراوتر، ونجيب الاتش دبليو اي سي 2 تي ده اللي هو الخاص بالسيريال بورتس، وبعد كده نشغله تاني. يبقى انا كده عملت ايه؟ حطيت الجزء بتاع الراوتر التاني، ونيجي على الراوتر التالت نفس الكلام برضو هنطفيه، وبعد كده هنسحب نكبره شويه كده، نسحب اللي هو الجزء الخاص بالسيريال بورتس، وبعد كده نشغله تاني. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ بقى عندنا الايه؟ التلات راوترز بقى فيهم السيريال بورتس، فاقدر اوصلهم طريق عن طريق عن طريق اوصلهم كلهم بقى عن طريق الايه؟ السيريال كونكشن اللي احنا عارفينه. طيب هختار دلوقتي السيريال كونكشن، وهاجي اختار اول سيريال بورت هنا كده اللي هي سيريال 0 على 0 على 0، وهاجي هنا برضو اختار سيريال 0 على 0 على 0، وهاجي هنا اختار سيريال 0 على 0 على 1، وهاجي هنا اختار سيريال 0 على 0 على ايه؟ على 0. يبقى انا كده تمام، وانا كده وصلت الكونكشن بتاعتي، بس لسه ما عملتش اي ايه؟ اي اي بيهات موجوده عندي. طيب الرينجز بتاعت الاي بي بتاعت التوبولوجي اللي قدامنا ديت، عندنا دلوقتي الشبكه اللي على الشمال ديت هنشغلها على، هنحط هنا نوت كده، هنشغلها على الشبكه اللي هي 192.168.10.0 ماشي. وزي ما احنا عارفين طالما في راوتر في كونكشن ما بين تو راوترز، يبقى لازم يكون لهم شبكه مستقله ما لهمش دعوه باي شبكه ثانيه موجوده في التوبولوجي. يبقى ناخد مثلا ديت الرينج بتاعها هتبقى 192.168.20.0، وبرده دي نفس الكلام هيبقى لها رينج مختلف عن اي رينج موجود عندي في التوبولوجي اللي هو مثلا 192.168.30.0. والشبكه دي برده نفس الكلام هيكون لها شبكه مختلفه، لان ده هياخد اي بي من نفس الشبكه، واللابتوب هياخد اي بي من نفس الشبكه. فهنفترض ان احنا عندنا 192.168.40.0. طيب احنا كده عندنا الايه؟ الرينجز بتاعتنا كلها موجوده اهيت بتاعت الاي بي هات. عاوزين بقى نبدا نحط الاي بي هات ديت على ايه؟ على الاجزاء الموجوده عندنا في التوبولوجي. هنمشي واحده واحده كده من الشمال ليمين. عندنا اللابتوب ده، خلينا نبدا دلوقتي بالراوتر، يعني ازاي نحط الايه؟ الاي بي هات على الراوتر من خلال الجي اي ومن خلال السي ال اي. فهنيجي على هنيجي على الجزء ده كده، نيجي على السي ال اي، ونقول له اول حاجه خالص يبقى انيبل، نقول له كونف تي. طيب انا دلوقتي عاوز احط اي بي على الجيجا ايثرنت اللي هي 0 على 0، فانا هحط الايه؟ ال 192.168 10 1، يعني هحط هنا 10 1، وهنحط هنا كام؟ 20 1 ماشي. والجهاز ده هدي له 10 2، والبورت اللي هي السيريال 0 على 0 دي بتاعت الراوتر ده هدي لها من الشبكه ديت اللي هي 20، اللي هي 20 دي هدي لها كام؟ هدي لها 20 2، لان البورت ده اخد 20 1. وبعد كده المفروض لو احنا جينا في الجزء ده كده هدي لي الجزء بتاع السيريال 0 على 0 على 1 ده هدي له 30 1، والسيريال 0 على 0 على 0 بتاع الراوتر الثالث هدي له ايه؟ هدي له 30 2. ونفس الكلام هنا انا شغال على الاي بي اللي هو النتورك اللي هي 40 0، فهندي لللابتوب 40 2، وهندي للجيجا ايثرنت ديت 40 ايه؟ 40 1. فخلينا دلوقتي ايه؟ نغير الاسماء بتاعتهم بس كده عشان ايه؟ يبقى الناس دي واضحه كده قدامنا. فدي راوتر واحد وراوتر اثنين وراوتر ثلاثه ماشي. طبعا برضو نكتب شويه نوتس هنا كده بحيث ان الدنيا برضو تكون واضحه. 192.168.10.2، وهنحط عند اللينك ده او البورت ديت 192.168.10.1 عشان ما تلخبطش بس، وديت 192.168.20.1 192.168.20.2 192.168.30.1 192.168.30.2 192.168.40.2 40 قصدي 1
هنا 40 واحد، 192، 168، 40 واحد، وده 40 2. ماشي كده، كل الايدات موجودة عندنا عشان بس ما حدش يتلخبط، كل واحد موجود اهوت. طيب هنبدأ بقى دلوقتي ندخل على الراوتر اللي هو R1 ده. مثلا ممكن نغير الهوست نيم عشان برضو نبقى عارفين احنا شغالين على ايه بالظبط. هنقول له هوست نيم R1، وانا كده شغال على الراوتر اللي على الشمال ده. هدخل على الانترفيس اللي هي جيجا 0 على 0، هقول له انترفيس جيجا 0 على 0. ماشي، الاي بي ادرس بتاعها هيبقى 192.168.10.1، وهنحط كمان السبنت ماسك بتاعنا اللي هو 255.255.255.0 ونقول له ايه نو شوت داون عشان تشتغل معانا. طيب ده اللي هو الانترفيس اللي على الشمال اللي هي جيجا 0 على 0. هندخل على الانترفيس اللي على اليمين اللي هي السيريال 0 على 0 على 0 بنفس الطريقه بتاعت الجيجا 0 على 0، مفيش اي اختلاف. هنقول له هنا انترفيس سيريال 0 على 0 على 0، ونقول له برضه اي بي ادرس 192، ركز بقى في الاي بيات عشان ما تلخبطش، 168 20 1 و255 255 255 0. وبعد كده نو ايه نو شت داون. حاولوا تركزوا معايا كده عشان لو في اي مشكله ناس تبلغني بيها. طيب كده احنا عملنا اللي هو الجزء الخاص بالانترفيس اللي هي جيجا 0 على 0 والسيريال بتاعت راوتر 1. هندخل على الار 2، هنقول له برضه احنا عاوزين السي ال اي نو. وبعد كده هنقول له انيبل والكونف تي. عندنا هنا بقى تو سيريال انترفيسز، ما فيش جيجا، فالمفروض تدخل بالترتيب كده وتحط الاي بي هات ونعمل نو شت داون. هنقول له انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 اللي هي على الشمال ديت، الاي بي بتاعها 192.168.20.2 20 2، لان ده واخد 20 واحد. فهنقول له هنا الاي بي ادرس 192.168.20.2 والسبنت ماسك ونو برضه شوت داون. ماشي، وبعد كده ندخل على الانترفيس اللي هي السيريال 0 على 0 على 1 اللي هي على اليمين ديت. ماشي، وبعد كده انترفيس سيريال 0 على 0 على 1 ونقول له اي بي ادرس 192.168 كام بقى سيريال على اليمين ديت بالشبكه الجديده اللي هي 30، فدي هتبقى 30 وايه 30 واحد. وعندنا 255.255.255 0، ونقول له برضه ان هو شت داون. ماشي، طيب بعد كده خلصنا الجزء اللي هو بتاع راوتر 2. هنقول له بقى غيرنا لنا برضو اسم الهوست نيم بتاعنا نخليه R2، ونيجي بعد كده على الراوتر الثالث. عندنا واحدة سيريال وواحدة جيجا، فهندخل كده برضو على السي ال اي، هنقول له نو بعد كده انيبل بعد كده كونف تي، وندخل على الانترفيس اللي هي جيجا 0 على 0 ونقول له اي بي ادرس 192.168.40.1. ماشي، وعندنا 255.255.255 0، وبرده نو شوت داون، مفيش حد ينسى الكلمه دي. وبعد كده كده احنا عملنا الجيجا، فاضل لنا السيريال اللي هو الاي بي بتاعها 30 كام؟ 30 2. هنيجي هنا كده هنقول له انترفيس سيريال، وركز انت بتختار انهي سيريال فيهم، سيريال 0 على 0 على 0 ولا 0 على 0 على 1، على حسب. طيب وبعد كده اقول له اي بي ادرس 192.168 كام 30 2 255.255.255 0، وبرضه ايه نو شت داون. كده احنا عملنا الاي بيهات على النتورك ديفايسز اللي هي الراوترز الموجوده عندنا في التوبولوجي. طيب
كده فاضل لنا الايه؟ الاي بي هات بتاعه اللابتوب والديفولت جيت واي بتاع كل لابتوب. وبعد كده نبدا نشوف بقى ازاي هنوصل الدنيا دي كلها ببعض عن طريق الدايناميك راوتنج، عن طريق قصدي الاستاتيك راوتنج يعني. طيب هناخد اللابتوب ده ونيجي على الديسك توب ونقول له الاي بي ادرس بتاعك 192.168.168.168 10 2، لان الراوتر واخد 10 1، ممكن احط اي قيمه من بعد ال 10 مفيش مشكله، بس الترتيب بيكون افضل برضه يعني. والديفولت جيت واي برضه ما انساهاش اللي هو 192.168.10 1 كده. ده بالنسبه لللابتوب ده. واللابتوب الثاني هقول له ده 192.168 40 2، والديفولت جيت واي بتاعك اللي هو 192.168 40 1 كده. احنا حطينا كل الاي بيات الموجوده عندنا ماشي. بس طبعا لو انا حتى عملت فاست فورورد وجيت اعمل بينج مفيش ايه، مفيش ريتشابيلتي ما بين الايه التو لابتوبس. نجرب عندنا هنا بينج 192.168، هبنج مثلا على الجهاز التاني اللي هناك ده اللي هو 40 2. طبعا اللي هيقول لك فيه ريبلاي بس الديستنيشن هوست ان ريتشابل، يعني مش قادر اوصل اصلا للديستنيشن. والريبلاي ده من الراوتر الاولاني ده على طول، لان هو اصلا مش قادر يطلع من الراوتر ده عشان يروح للراوتر اللي بعده ويوصل للديستنيشن بتاعك. عشان كده طالما هو مش قادر يوصل للديستنيشن بتاعتك هيقول لك ان انت الديستنيشن بتاعتك ان ريتشابل وسنت، يعني انا بعت 4 باكيت بعتهم من اللابتوب ده وقفوا عند الايه؟ وقفوا عند الجهاز ده، مش قادرين يعدوا ايه؟ الراوتر اللي بعده ويكملوا الباص، عشان ما فيش باص اصلا معمول، يعني ما فيش بيست باص مختار، او ما فيش نوع من انواع الراوتنج موجود اللي هو يا اما ستاتيك يا اما راوتنج. طيب فالمفروض دلوقتي نشوف ايه الخطوات بقى بتاعه الاستاتيك راوتنج. الاستاتيك راوتنج بكل بساطه هو عباره عن سطر واحد بس، سطر واحد بس فقط لا غير. تعالى نشوف شكله عامل ازاي. كل الكلام ده اللي احنا عملناه دلوقتي، عملنا هوست نيم وعملنا الانترفيسز وحطينا عليها الاي بي هات والجزء الايه الجزء ده كله والجزء بتاع اللابتوب كمان اهو، الجزء بتاع الايه النتورك هنا للستاتيك راوتنج. انا هنا بقول له انا دلوقتي واقف على الراوتر اللي هو الراوتر 1 ده، انا عاوز دلوقتي اقف على الراوتر 1 وعاوز اوصل لايه للشبكه اللي هي 192.168.30 0 ماشي. عشان توصل للشبكه دي توصل لها عن طريق ايه؟ طبعا ده السبت ماسك بتاعها، او تطلع للشبكه ديت عن طريق ايه؟ هو هنا جاي على راوتر واحد وعمل الستاتيك روت بتاعي ب 30 و40. طب تعالى نشوف كده هي التوبولوجي اصلا شكلها عامل ازاي، وليه اختار 30 و40 بالذات في الحته دي. فهنا هو واقف على الراوتر ده كده، وانا بقول له لو عاوز توصل للشبكه اللي هي 30 0، هي فين الشبكه 30 0 ديت اللي هي دي؟ لو عاوز توصل لاي حد هنا كده ماشي، هتطلع عن طريق الاكزيت انترفيس اللي هي السيريال 0 على 0 على 0 اللي هي دي ماشي. طيب ولو عاوز توصل للشبكه اللي هي 40 0، يعني اي جهاز موجود في الشبكه دي، هتطلع عن طريق الاكزيت انترفيس برضو اللي هي سيريال 0 على 0 على 0. انا واقف دلوقتي على راوتر مين؟ على راوتر 1 بس، تمام كده. طيب فلازم اقول له لو انت عاوز توصل لشبكه انت ما تعرفهاش اللي هي 30 و40، لكن هو يعرف مين؟ هو يعرف 10 و20، فعشان كده ما قلتلوش انت عاوز توصل ل 10 و20، هو كده كده باي ديفولت دايركتلي كونكتد بيهم اصلا، فهو كده كده عارفهم يعني. طيب انا دلوقتي بقى عشان اعرفه بالشبكات الثانيه اللي هي 30 و40 لازم اقول له بقى، لازم توصل تقول له عشان توصل ل 30 هتطلع عن طريق الاكزيت انترفيس او النكست اي بي ادرس. يا اما تحط له الاكزيت انترفيس يا اما النكست اي بي ادرس اللي هو 192.168.20.20.2، لان هو عارف الاي بي ده، يعني الراوتر ده عارف الاي بي ده ماشي. طيب وعارف برضه الاكزيت انترفيس بتاعته دي، فيقول له هتروح للشبكه 30 0 عن طريق الاكزيت انترفيس ده او عن طريق النكست اي بي ادرس ده. طب تعالى نشوف الكلام ده اتعمل ازاي. هنيجي على الراوتر الاولاني كده ونقول له اي بي روت، لو جالك لو جالك رساله وعاوزه تروح للشبكه، الشبكه بقى اللي هي كامله بقى اللي هي 192 اللي انا لسه ما اعرفهاش 168 30 0 اللي السبنت ماسك بتاعها 255 255 255 0، اطلع عن طريق الاكزيت انترفيس اللي هي سيريال 0 على 0 على 0. ركز قوي في السيريال انترفيس دي ماشي، عشان ما تعملش سيريال انترفيس غلط. طيب يبقى انا كده ايه عملت اللي هو اول ستاتيك روت لو عاوز تروح للشبكه 30 0، اطلع عن طريق اكزيت انترفيس. طب لو انت عاوز تروح للشبكه اللي هي 40 0 اللي هي هناك دي،
برضه نفس الكلام، هيبقى نفس السطر، بس بدل 30 هقول له ايه؟ هقول له 40. يبقى انا كده قلت له لو انت هتروح للشبكه 30 او 40 اطلع عن طريق اكزيت انترفيس اللي هي ايه؟ السيريال 0 على 0 على 0. طيب تعالى دلوقتي نشوف ايه اللي هيحصل تاني. دلوقتي خلصت ايه؟ الجزء بتاع الراوتر الاولاني. اهو الاي بي روت كذا 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 30 و40 وعملت سب ماسك والاكزيت انترفيس بتاعتي. طيب في حاجه تانيه، او في حاجه اسمها الديفولت ستاتيك روت، يعني في نوع من انواع الستاتيك روت اللي هو الديفولت. الديفولت ده معناه ايه بقى؟ لو انت رايح لشبكه انا ما اعرفهاش ماشي، اللي صار الماسك بتاعها ايا كان شكله عامل ازاي، اطلع برضه عن طريق اكزيت انترفيس اللي هي السيريال 0 على 0 على 0. يعني لو انت عندك في التوبولوجي اللي احنا قدامنا دي ماشي، نفترض ان انت عشان توصل مثلا جالك رساله عاوزه تروح لديستنيشن مش موجود هنا او مش موجود في الاستاتيك روت اللي انا حددته، اطلع برضه عن طريق الاكزيت انترفيس اللي هي السيريال 0 على 0 على 0. فده حاجه اسمها الديفولت ايه؟ الديفولت ستاتيك روت. فانا برضه بكتبه بنفس الطريقه ديت اللي هو اي بي روت، بكتب اي حاجه بقى اربع اصفار، وساب ماسك بتاعك برضه اربع اصفار، يعني ايا كان الرقم بتاع ده او ده اطلع برضه عن طريق الاكزيت انترفيس اللي هي سيريال 0 على 0 على ايه؟ على 0. يبقى ده الجزء الاول بتاع الايه؟ بتاع الراوتر الاولاني اللي احنا عملنا عليه الستاتيك راوتر. طبعا لازم تيجي على الراوتر الثاني وتعمل نفس الخطوات، بس هتركز هنا هو انت جاي عاوز تروح فين وهتطلع عن طريق مين. فهنا اقول له انيبل برضه، اقول له كونف تي. طيب هنا بقى نسال نفسنا سؤال، هو انا دلوقتي لو جالي رساله وعاوزه تروح ل هو نسال برضه السؤال الاول، السؤال الاول خالص، يعني راوتر اثنين ده ايه الشبكات اللي هو يعرفها وايه الشبكات اللي ما يعرفهاش؟ الشبكات اللي هو يعرفها اللي هي اللي دايركت كونكتد بيه على طول، اللي هي هتبقى 20 و30 دول عارفهم. طيب ما يعرفش مين بقى؟ ما يعرفش 10 وما يعرفش ايه؟ 40. فلازم اقول له لو انت عاوز توصل ل 10 لازم تطلع عن طريق الاكزيت انترفيس اللي هي سيريال 0 على 0 على 0، ولو عاوز توصل ل 40 هتطلع عن طريق الاكزيت انترفيس اللي هي سيريال 0 على 0 على 1. فنركز قوي في الحته دي، الحته دي مهمه ماشي. طيب هنقول له هنا اي بي روت، لو انت عاوز تروح او عاوز تبعت رساله للشبكه اللي هي 192.168.10.0 اللي انت اول شبكه ما تعرفهاش، اللي السبنت ماسك بتاعها 255.255.0، اطلع عن طريق الاكزيت انترفيس اللي هي سيريال 0 على 0 على 0. سيريال 0 على 0 على 0، اوعى حد يتلخبط ويحط هنا السيريال 0 0 على 1 ماشي، لان الشبكه دي مش موجوده الناحيه الثانيه، انت بتحطها في الايه؟ في الاتجاه اللي انت رايح للشبكه بتاعتها او الشبكه اللي انت بتدور عليها ماشي، لان ده الديستنيشن بتاعك، وهتطلع عن طريق الايه؟ الاكزيت انترفيس. فمتوقع ان الرساله جالك من اليمين وعاوزه تروح لايه؟ عاوزه تروح للشبكه اللي على الشمال. طيب يبقى ده اول روت. نحط الروت الثاني اللي هو الاي بي روت اللي هو بقى بتاع الشبكه اللي على اليمين. هقول له لو انت عاوز تروح ل 192.168.40.0، الشبكه كلها مش اي بي معين، اللي السبنت ماسك بتاعها 255.255.0، اطلع عن طريق الاكزيت انترفيس اللي هي مين بقى؟ اللي هي سيريال 0 على 0 على 1. الحته دي مهمه نركز فيها عشان ما حدش يتلخبط. يبقى ده سيريال 0 على 0 ايه؟ على 1 ماشي. وبرده هقول له الاي بي روت اللي هو الديفولت روت بتاعي، لو جالك شبكه ما تعرفهاش اللي السبنت ماسك بتاعها برده ايا كان ما تعرفوش، اطلع عن طريق برده الاكزيت انترفيس ايا كان بقى انت عاوز توديه يمين ولا شمال ماشي، اي حاجه بقى، اي تختار على حسب الايه؟ على حسب مثلا لو الراوتر ده متصل باي اس بي مثلا وفي سيريال انترفيس ثالثه موجوده، فانت ممكن تطلعه على السيريال انترفيس الثالثه دي. يعني لو حد ما تعرفوش في الشبكه اللي موجوده عندك في التوبولوجي، طلعه على الانترفيس اللي هي بتوصلني باي اس بي. فايا كان بقى السيريال اللي هو هيوصلك مثلا بحاجه بالانترنت مثلا، فنفترض ان هو مثلا ارضه ايه؟ سيريال 0 على 0 على ايه؟ على 0 ماشي؟ طيب ده بالنسبه للراوتر اللي في النص اهوت. نيجي هنا برضو كده عشان نتاكد عندنا اهوت اللي هو عاوز اوصل لل 10 0 توصل لها عن طريق السيريال 0 على 0 على 0، وال 40 0 توصل لها عن طريق الايه؟ السيريال 0 على 0 على ايه؟ على 1 ماشي كده يا شباب؟ طيب تعال نشوف الايه؟ بالنسبه للراوتر الاخير اللي هو الراوتر ده كده، هتسال نفسك سؤال برضو تقول لك ومين الشبكات اللي انت تعرفها ومين اللي انت ما بتعرفوش؟ هيقول لك ان انا اعرف ال 40 0 واعرف ال 30 ايه؟ 30 0 لانهم دايركتلي كونكتد بيا. طيب دلوقتي لازم تعرفه بالشبكات اللي هي ما اعرفهاش اللي هي ال 10 والايه؟ ال 10 وال 20. فهنيجي هنا كده، هنيجي هنا كده نقول له الاي بي روت، لو انت عاوز تروح لل 192.168.10.0
طبعا الاثنين هيطلعوا عن طريق الاكزيت انترفيس اللي هي سيريال 0 على 0 على 0. 192 168 10 0 255 255 255 0 اطلع عن طريق السيريال انترفيس اللي هي 0 على 0 على 0. ماشي، فده اول روت انا حددته لك بايدي. طيب تاني روت لو انت عاوز تروح برضه لل 20 هتطلع عن طريق نفس الايه، نفس السيريال انترفيس، ولو في كمان الاي بي روت اللي هو الديفولت، الاي بي روت الديفولت اللي هو 000 0000 والسيريال برضو 0 على 0 على 0. ماشي تمام، يبقى انا كده عملت ايه؟ كده انا عملت كل الايه؟ الكونجريشن الخاصه بالستاتيك راوتنج على الراوتر الاول والثاني والثالث، نعمل فاست فورورد كده ونشوف لو احنا جينا عملنا بينج، بننتظر شويه كده نشوف هيجي لنا ريبلاي صح ولا غلط. او اول حاجه طبعا في ريكوست تايم اوت في الاول خالص، بس بعد كده جاب لي ريبلاي وقال لي ان انا عملت بعت 4 باكت وجالي بس 3 منهم او ريسيفد 3 يعني، في 1 لوست عشان دي اول مره بتكونكت. لكن لو جيت عملت بينج تاني مره هيلاقي ان 4 باكتس كلهم وصلوا والاكنولجمنت بتاعهم كلهم ايه، كلهم رجعوا تاني للايه، السورس بتاعي. ماشي طيب، عشان نشوف برضو في كوماند كده عشان نشوف الراوتنج تيبل بقى شكله عامل ازاي على كل راوتر، في كوماند اسمه شو اي بي روت. ده لو انت عاوز تشوف بقى ايه الراوتنج تيبل بقى شكله عامل ازاي. لو انت جيت بصيت هنا كده هتلاقي ان انت عندك الاس واس واس، ده عباره عن الاستاتيك راوتنج اللي انت حددتهم. يعني هنا بيقول له على الراوتر ده عشان اوصل للشبكه 30 0 اللي انا لسه ما اعرفهاش بقت دلوقتي دايركتلي كونكتد، بس اقدر اطلعها عن طريق السيريال انترفيس اللي هي 0 على 0 على 0. حرف اس ده ان هي متحدده عن طريق الاستاتيك راوتنج، ونفس الكلام اللي هو 40 0 اللي انت ما كنتش تعرفه برضه هتطلع له عن طريق السيريال انترفيس اللي هي 0 على 0 على 0. والاس ايه استريك ده معناه اللي هو الديفولت ايه جيت اللي هو الديفولت ستاتيك روت برضه هيطلع عن طريق السيريال انترفيس اللي هي 0 على 0 على ايه على 0. طيب هنا اللي هو الـ الشبكه دي 192 20 0 الشبكه كلها على بعضها كده، طبعا 20 0 ديت اللي هي ايه، اللي هي على اليمين دي دايركتلي كونكتد فهي لوكال ايه، عشان كده في حرف الاس هنا كده اللي هي اللوكال يعني لوكال كونكتد بي يعني. طيب نفس الكلام اللي هو اللي هي 20 0 او 20 1 هما الاثنين ايه كونكتد، يعني كلمه كونكتد او دايركتلي كونكتد بي على طول. ونفس الكلام الشبكه الثانيه اللي هي ايه، اللي هي 10 0 اللي هي الشبكه كلها على بعضها، والاي بي اللي هو 10 1 برضه نفس الكلام مرتبط بي عن طريق الايه، عن طريق جيجا اثرنت 0 على 0 ايه اللي موجود عندي. يبقى دلوقتي ده ايه، ده زي راوتنج تيبل اللي موجود عندي بجيبه عن طريق الايه شو اي بي روت على اي راوتر في دول اهو، برضه هنا كده شو اي بي روت نفس الكلام. هرجع بس خطوه كده او اعمل دو اقول له شو اي بي روت، هيقول لي نفس الكلام بس طبعا باختلاف الاي بيهات الموجوده عندنا، لان عندي على الراوتر ده انا اقدر انا شايف دلوقتي دايركتلي كونكتد بيا اللي هي. طيب زي ما قلنا ان احنا عندنا في الراوتر اللي هو الراوتر 2 نفس الكلام اهوت، عندنا هنا دايركتلي كونكتد اللي هو ال 20 ماشي، و ده راوتر كام ده راوتر 2 هو يعرف الشبكه اللي هي 20 0 و30 0 ماشي، بس من خلال الايه، من خلال الاستاتيك راوتنج، قصدي اللي هي ال 10 وال 40 الاخيره من خلال الاستاتيك راوتنج. فدلوقتي هتلاقي موجود عندنا اهوت اهوت ده الاس اهوت اللي هو الاستاتيك راوتنج بتاع ال 10 والاستاتيك راوتنج بتاع ال 40 والديفولت ايه، الديفولت استاتيك راوتنج اللي احنا عارفينه، والباقي كله هو الدايركت كونكتد بيه. ونفس الكلام في الراوتر اللي هو الثالث عشان تتاكد برضه اقول له هنا دو شو اي بي روت، هيجيب لك برضه ايه الراوتنج تيبل بتاعك تقدر تبص عليه وتشوف هل هو مظبوط ولا في مشكله. عندنا هنا اثنين ستاتيك وواحده ديفولت اهوت، والباقي كله دايركت كونكتد بيا اللي هي الشبكه الكبيره بتاعتهم والاي بي اللي هو متوصل دايركت كونكتد. يبقى انا كده تمام وعملنا دلوقتي بينج من الجهاز ده للجهاز ده، فمفيش اي ايه، مفيش اي مشكله في الكونكتيفيتي بتاعتي. ده اللي هو عباره عن الجزء الاول من الراوتنج اللي انا بتكلم دلوقتي عن الستاتيك راوتنج، وبيتم بنفس الطريقه ديت في اي تولوجي هتشوفه بعد كده. طيب